الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين. اولا انا بشكرك على استضافتنا في بيتك، او انت دايما بتفتح بيتك للصحافة والاعلام بشكل كبير وفاتح مجال للحديث والكلام. على مدار الايام اللي فاتت كنت حابب ان انت تسيب نقابة الموسيقيين وتقدم استقالتك وتقدم حد من اعضاء المجلس، فانا حابب اعرف منك في ايه اللي حصل، ايه اللي مضايقك او ايه اللي مخليك واخد القرار ده، خصوصا ان احنا شفنا النهاردة ان اعضاء المجلس كلهم موجودين في بيتك وانت مرحب بيهم وجايبين لك تورتاية وبيحاولوا يشوفوا ايه اللي ممكن يتصلح عشان تكمل المسيرة، خصوصا ان انت استعرضت حجم الانجازات وحجم المبالغ الكبيرة اللي قدرت النقابة تدخلها في الخزنة بتاعتها. نورتني يا عيلو، اهلا وسهلا باليوم السابع، واهلا وسهلا بحضرتك، وانا بشكر خطوه زملائي اعضاء مجلس الاداره، جم نوروني وشرفوني وده احساس كبير عندي، وله وضعه وله قدره. وموضوع اللي هي فكري ان انا الابتعاد، خلينا لا نسميها يعني، هي بلاش نقول استقالة، ابتعاد. انت يعني انا كنت مقرر الابتعاد خلاص، حاسس ان انا قدمت الدور اللي اقدر اقدمه. كل حاجة في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب، كل حاجة ليها ارباح وليها خسائر. انا الحمد لله قدمت ما هو مميز بشكل اتحاسب عليه قدام ربنا واتحاسب عليه قدام القانون كمان. يعني انا جاهز لاي عدالة قانونية او عدالة سماوية باللي انا قدمته. الحمد لله رب العالمين، زي ما انتوا شفتوا النهاردة الحسابات وهي جاية جايبة أرصدة النقابة بالبنوك، الحمد لله بيدل على أنها مؤسسة من أنجح مؤسسات الدولة اللي نجحت في توفير الخدمات لأعضائها، في توفير معاشات. زي ما قلت نقابة أنا كنت مستلمها فيها المعاش 1035، النهاردة المعاش بعد سنة وشهر ولا حاجة المعاش 1556. وزي ما بكتب دايما على صفحتي إن حتى ده لا يرضيني، يعني أنا مش راضي بالقدر الكافي، ومنيتي ان انا اعمل احلى واحلى واكتر. وقفنا جنب الصغير والكبير، وقفنا جنب الناس كلها على اختلاف مهنها، سواء الاكاديمي او الاوبرالي او المهني او الموسيقي البسيط. انا ما بفرقش بين حد في العدل وفي الحق. قدمنا ما هو ايجابي او من وجهة نظري، وانا بقول لك دايما هسيب الأمر ربنا سبحانه وتعالى، واسيب الأمر بعد كده لأولي الأمر من الجهات الرقابية إن هي تشوف لو كان الكلام ده فيه خلل أو فيه أي شيء مش منضبط. أنا مستعد للمساءلة بكافة الأشكال. قبله على الجانب الثاني، الجانب السلبي، وهو أكتر حاجة بتحزن الفنان عموما. إحنا محناش نقابة، لا نقابة بندير فيها لحديد ولا طوب ولا، احنا نقابة فنانين. عشت حياتي كلها في الوسط ده، سواء كنت مؤلف ولا ملحن ولا مغني ولا عشناها بروح الفنان بإحساس الفنان. ودايما انا كنت بقولها حتى لزمايلي من زمان قوي، بقول ان تقدير الفنان دايما بيبقى اجمله واكبره حجما وقدرا هو التقدير الادبي، انك تقول لي شكرا، انك تقول لي ميرسي، انك تقول لي احسنت، انك تقول لي كلمه حلوه. الكلمه الحلوه عند الفنان تحديدا او بنسبه 95% من الفنانين بتبقى الكلمه الحلوه هي دي ارصدته البنكيه الكبيره اكتر منها ماليات يعني. او انا تحديدا، خلينا نتكلم بشكل خاص، انا من الناس دي اللي بحب يعني حتى في بيتك هنا ما انتش طالب طول الوقت، ولادك يحسسوك انك اهم اب في الدنيا، ولكن لما بتهادي ابنك هديه كويسه او بتقوم بدورك كاب بتبقى مستني كلمه متشكر يا بابا، تشعر بالامتنان يعني او التقدير. بس يعني التقدير بس اللي هو اقل انواع التقدير كمان، مش عايزين اقصى. ففوجئت في الفتره الاخيره بتجاوزات كتيره جدا على مرأة وما اسمع من الناس كلها. فبتيجي تاخد اجراءاتك الطبيعيه انك انت تقاضي، فتلاقي الموضوع طول معاك. طول فترة التطويل دي، طول ما اللي بيتجاوز عمال يزيد تجاوز، وكأن من أمن العقاب بيسيء لكل حاجة بعد كده. ده شيء أحزنني
ممكن يكون ده اللوجيك وده تجاوز في حقك كشخص كشخص كامل ولا كنقابه. والله علي يعني يمكن انا متابع ملف النقابه من سنين طويله. النقابه تقريبا عمرها ما هديت، يعني احنا طول الوقت كنا بنسمع عن تفاصيل كتير ومشاكل كتير. الفتره اللي انت مؤخرا حصل هدوء بشكل كبير، ممكن نقول هدوء نسبي بس بشكل كبير، بقت اهدى، مشاكلها جواها مش ما حدش بيعرف بيها، وزيها زي اي نقابه بيحصل فيها تفاصيل كتير. فانت الهجوم اللي مضايقك عليك كمصطفى كامل النقيب ولا الناس بتستفزك؟ انت شايف ان في هدوء، شايف هدوء على مستوى كل من هو فنان راقي او عضو ينتمي الى النقابه بشكل راقي. هذا الهدوء لم يحدث من كل الفئات اللي انت طيرتها الفاسده. مؤسسه حكوميه النهارده عماله بنحابي على المواطن، فلما تكون عندك جهه بتشيل شريحه من المواطنين دي والحمد لله مقديه اغراضها معاها بما يرضي الله، لا انت مطلوب لك نوع. يعني انت ابرز المواضيع ان هو في هجوم شديد على النقابه بافتراء، سواء من سوشيال او من اشخاص بتدير صفحات، ناس بتدير صفحات وناس عامله صفحات وهميه من اعضاء بتتاجر، يعني كلام ما احنا كلنا عارفين في كلام انا لن اعرض نفسي فيه للسب والقذف، لكن انت لما تلاقي صفحه النهارده اسمها مش عارف بطوطي مش عارف ايه جاكي شان، عمال يهينك في عرضك وفي بيتك وفي ذمتك وفي مجلسك وفي شكل اداره النقابه اللي انت شايف مواردها دي، طب انت تقبل على نفسك ليه كده؟ تقبل على نفسك ليه كده وانت عارف ان جهاتنا تمتلك، الدوله تمتلك جهات بدوسه زرار هيعرف الموقع ده منين ومين اللي بيبث ده، وهدف الهدم هل هو الهدف بيهدم في فنان؟ لا، ده بيهدم في منشأة في مؤسسة، فده يرضي مين؟ يعني انت محتاج او ملخص الموضوع، انت محتاج ان الجهات الدولة تقدم لك يد العون بشكل اكبر طبعا، في ان هي تلاحق المبتزين او الاشخاص اللي هم بيهدموا في كيان النقابة، خصوصا في ظل الموارد المالية العمالة بتكبر وبتزيد في صالح اعضاء النقابة اللي هم جزء من المجتمع. استاذ علي انا كلامي هيكون واضح جدا وفير جدا، وانا ما بعرفش ازيف كلامي. النهاردة انت كنقابة، هل انت كنقابة بتشتغل لحساب نفسك ولا بتشتغل تحت مظلة الدولة؟ بتشيل عن كاهل، يعني شايل عن كاهل الدولة جزء شريحة كبيرة. كنت تقدر الشريحة دي لو انت مهملها او اهملت في علاجها او فلوسها او مرضها او معاشها، كانت بالطبيعه الصرخه دي هتسمع داخل الدوله. صح. لما تكون انت راجل النهارده اديت بده وشلت الشريحه دي بما يرضي الله وربنا وحده شاهد والاجهزه الرقابيه تشهد، انت هتبقى مطلوب برضو منك التعاون، انت بتتعاون مع الدوله، لازم الدوله تكون برضو في ظهرك، لازم يكون في سبورت في ظهرك. ما بنقولش لا، انا مش هطلب مطالب اوفر يعني، بس في اكيد نوع من انواع الحمايه اللي تكون زائده. الخوف عليك كمؤسسه، مش الخوف عليك كشخص مصطفى كامل، الخوف عليك كمؤسسه انهيارها ككيان، انهيارها هيجي يوم انهيارها يسبب التصدع في الدوله. انهيار المؤسسه بتاعتنا ممكن يسبب لك تصدع في الدوله، لان هي شريحه من ضمن الشرائح. لو فرضنا ان شرائح الدوله 50 انت شريحه منهم، والشريحه ليست بالقليله. في وقت انت بقول لك قايم فيه الحمد لله رب العالمين، وعلى مرأى ومسمع كل الدنيا والصحافة والإعلام، النهاردة عندك مؤسسات ما بتقدرش، سواء كانت خاصة أو عامة، ممكن ما تكونش قادرة تحقق ربحية، مش قادرة تسعد ناسها، مش قادرة توفي مطالب ناسها. لا، انت الحمد لله موفي مطالب ناسك وفي انتعاشة. انت بسميها انتعاشة يا علي، انا مش هسميها لك انتعاشة، انا هسميها لك اكتفاء. انت محقق حالة رضا الحمد لله رب العالمين بنسبة 99% مع أكاديمي، مايستروهات، نجوم كبار، قوة مصر الناعمة، مبدعين، كلهم مبدعين. فتيجي شريحة أنا آسف عشان أنت شلت كم من الفاسدين، يروحوا من الفلوس اللي أفسدوا بيها دي يدونهم عشان يشتمونا. طب بس خليني اقول لك على حاجه، انت مش جديد في العمل العام يا مصطفى، كنت موجود قبل كده كنقيب، ولا يمكن ما كانش السوشيال ميديا طاغي بشكل كبير وقتها. انا مش جديد في العمل العام وانا مش جديد على المجتمع ومش جديد على النقد ومش جديد على المهنه. ده اللي انت ممكن تكون عايز تسأله. مش المهنه، اقصد ان هو انا موافقك، قلتها لك برضه، قلتها لك واحنا قاعدين. انا هوي الي
فترة ما كنت في 2011 إلى 2015 داخل النقابة. هي لي أن كان المناخ العام كان فيه تجاوزات. استلمت النقابة فيها 69 مليون. النهاردة النقابة بالختم بالأختام بتاعتها هي 181 ونص ولا 181 مليون ونص. انت رافع معاشك بقيمة النص مش ب 10% ولا 15%، وانت رافع المستشفيات بقيمة الضعف، وانت رافع العلاج بقيمة الضعف، وانت مش مخلي حد عايز يعمل حاجة، وانت مفيش محسوبيات. كل ده على حساب أعصابك ودماغك وفكرك وزي ما انت شفت المجلس هو كله بأكمله، مفيش ولا عنصر من عندي من المجلس ناقص. كلهم عارفين ان انت ايدك في كل الملفات. هم اعتقد كمان لو هم مش شايفين ان انت قايم بدورك بشكل كافي مش هيتعبوا نفسهم ويعملوا وقفه. الحمد لله رب ولا العالمين. ان هم هيجوا لحد بيتك هنا. الحمد لله هم زمايلي شايفين ان احنا مشينا بمنتهى الشرف. طيب هكلمك برضو بوجهه نظر الناس العاديه بقى اللي هم اللي مش اعضاء النقابه. هم بيشوفوا مثلا انت بتقدم عمل خدمي، انت مش يعني انت مش كسبان حاجه، انت شاغل بالك ووقتك وبازل مجهود في حاجه انت مش داخل لك منها دخل، وفي نفس الوقت انت بتأدي خدمة لزمايلك بقى واصحابك واللي انت بتنتمي ليهم كنقابة. فان انت برضو تسيب الموضوع وتمشي ده برضو ممكن يقولك طب يا مصطفى طب ما دول نكرة او دول يعني ما هماش ناس ليهم اسم. لو انت اعتبرتني انسان يعني اعتبرني بس انسان عندي شعور وراجل الحمد لله لا انا دون المستوى ولا مرتشي ولا انا اسف ولا هقبل على نفس التهزيء ولا الاهانة. اعمل ايه غير ان امشي؟ اعمل ايه؟ اتخاني يعني؟ تتجاهل؟ اروح لكل واحد بيشتمني؟ تتجاوز؟ انا راجل غيور على كرامتي يعني اعمل اروح اخد ولادي وبتاع واروح اتخاني يعني؟ لا طبعا. بتحس ان خلاص المكان ده خلاص يعني اعمل ايه؟ اقول لي اعمل ايه؟ اتخاني انزل لو بتسالني انا كعلي اقول لك لا كمل. لا اعتبر ان 20 يوم دول استراحه محارب. مشاعري لا تقبل الكلام ده علشان خصوصا ان انا عارف ان امر الرضع فيه امر بسيط جدا اذا تعاونت معانا الاجهزه المطلوب منها اللي هي اجهزتنا التنفيذيه المحترمه اللي انا اثق ان لما يعرفوا ان حد انا اسف انا لازم اقولها لك كده بالعباره واضحه وانا قدها ده نوع من انواع الارهاب وانت راجل دلوقتي بتحارب الارهاب الارهاب المؤسسي زيه زي الارهاب الدولي زيه زي الارهاب اللي احنا بنحاربه في سينا زيه زي الارهاب ما انت راجل عايز تدمر حاجه ما هو نوع من انواع الارهاب ما تحميني منه يعني انت ابن تحموني منه ما تحموا المؤسسه انا اسف مش قصدي مصطفى مصطفى او اي حد مكان مصطفى طالما انت واثق ان الراجل اللي بيعتدل مصطفى كنقيب لان هو بينال الهجوم ده لمنصبه مش كشخص في منصب النقيب في منصب في كيان المؤسسة في قيمة المؤسسة ما تعتبر ان دي شريحة بترهب كيان من كيانات الدولة احنا كيان من كيانات الدولة احنا مؤسسة ومؤسسة حكومية لان احنا مش نقابة أهلية احنا نقابة مهنية نقابة مهنية في النهاية لها تبعية عند وزارة الثقافة وعند جهات الدولة المسؤولة ما تعمل لي نوع من انواع الحماية وده مش حق يعني مش حق مبالغ فيه او ولا مطلب مبالغ فيه ما تعملها وقت ما اكون انا مخطئ تتقطع رقبه اللي حتى اللي داخل خدمي النهارده انا بقول لك ولا فاسد دخل النقابه دي وخرج منها وما فيش حد اتحبس فيها يا جماعه ما فيش حد اتحبس في النقابه دي في كلام ودايما وجهنا الكلام 40 الف مره على كافه وسائل الاعلام قلنا يا جماعه الرشوة في النقابة غير مستندية يا جماعة افهمونا النقابة الرشوة فيها غير مستندية في جهات تانية انت عارف ان المستند ده اتاخد اتلعب اتزور النقابة ان ممكن يجيني ولد من الاولاد اللي هم بيغنوا دول اقول له زي ما كان حاصل مع الاولاد دي مش هتشتغل الا لو جبت 300,000 جنيه هنا مفيش مستند بالكلام ده مفيش ما يثبت في بقى احنا عندنا ما يثبت شهادات الشهود ما انت عندك العوض شهادات الشهود لما تكون كل ده مش متحقق طب انا اقعد ليه في كيان انا عارف ان كل ما همسك فيه فاسد انا مش عارف احبسه فبالتالي دي بتجرأ لك كل من هما شبهه كل من هم شبهه بيقرروا الوضع طب وبعدين طيب وبعدين يعني هتفضل تقاتل كده طالع انت في الجهاد اكيد انا مش طالع في الجهاد يعني انا بدير مؤسسه مطلعه شويه حزمه قوانين تحميها عايز حزمه قوانين تحميها
عايز ناس سبورت في ظهري. طيب الى حين يعني ما يحصل سرعه في الانجاز بشكل كبير، تطمن الاعضاء على وجودك في النقابه، تقول لهم ايه يعني؟ ربنا كريم، انا مجيء زمايلي النهارده، مجيء زمايلي البيت دي على راسي من فوق، لكن انا برضو عندي اسره، وزي ما انتم بيتوا انا يعني حتى زوجتي باولادي قلت لهم من 4-5 ايام قلت لهم انا نفسيتي تعبانه جدا، سافروا وسيبوني، لان انا لما ما بكون متوتر ما برضاش اوتر اسرتي معايا. فان شاء الله انا يعني ولادي جايين بكره بامر الله اقعد، وانا كفايه قعدتي مع زمايلي وهنتكلم في كل حاجه دلوقتي ان شاء الله. يعني نقدر نقول انت تراجعت في القرار؟ لا، ربنا كريم، ربنا كريم. ربنا يقدم الفيل خير ان شاء الله.